من الامتحانات الأساسية هو امتحان الزوج بزوجته وامتحان الزوجة بزوجها. هذه من الامتحانات الأساسية. أنت الله دا يمتحنك بمرتك مثل ما دا يمتحن المرأة بزوجها. اطلع ناجح في هذا الامتحان. شوف الله شلون يتكلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم في شنو؟ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به. الله راح يسألك عن مرتك ويسأل المرأة عن زوجها. جت تشتكي عند رسول الله قامت تجيب كل سلبيات زوجها والنبي صافن يستمع. يوم اللي خلصت قال عليك بزوجك فإنه جنتك ونارك. تخسرين الجنة أو أنت تخسر الجنة؟ والله عندي اختلاف مع مرتي.